تقريبا من سن 13 سنة كنت ندون فيه وتنرسم وتن، بحل بحال اي زعما اي طفله في هذاك الوقت اللي كان عندي تنعبر على الاحاسيس ديالي على طريق الشعر وعلى طريق على طريق الرسم في الرسم في الملابس وفي في اي ماده اي ماده كانت ممكنه اللي نقدر ندير بها شي كرياتيفيتي كنت كانت عندي الام ديالي استاذه في التعليم كان ديما عندنا التباشير في الدار دونك كنت ناخذ التباشير وتنبقى تنرسم في الحيوط ايتو واحد النهار كنت مسافره مع الاب والام ديالي سويره واكتشفت هذوك العينين اللي يفوتوا اللي كاينين في الدروبة ديال سويره ديال لي فام صحراوي اللي تكون اللي دايرين الحيك اي سا وقلت الاب ديالي الله يخليك بغيت نرسم بغيت نرسم بغيت نعاود نرسم بحال هذه ما عمرني ما قص لو بانسو سيتي لا بروميير فوا رجعنا لمراكش ومشينا ديريكت ما قبل ما ندخلوا الدار شرا طول تو لو لي بانسو لا لا بانتور وقال لي الرسم من تماك بديت الرسم رسمت الاول ثاني ثالث وبديت نحط لي زيماجيناسيون هذاك الشيء كيف ما انا تنتخيلو على احساس على على حساب التعبير ديالي من بعد من بعد هو كان تيعاوني بزاف كان اي طابلو تنصابلو تيشدو تيكادري وتعاوني يحطو ليا في بلاصتو ما تيقول لي حتى شي حاجه وهذه كانت طريقه التشجيع ديالو هو اللي كان اللي كانت تدعمني كثير في في المسيره ديالي في وانا في المسيره الدراسيه ديالي في على مستوى الجامعه كانت كنا تنظموا بزاف ديال لي صالون ديال لي فوروم اللي تيكونوا عندنا في الجامعه وكانوا الاساتذه تيعرفوني تيعرفوني تنبغي الفن وتبغي الرسم وشافوا الاعمال ديالي قالوا لي لا ما تعرضيش وقلت و... لهم داكوغ وشجعوني باش درت اول معرض ديالي كان في جامعة حسن تاني في محمدية اللي درت اول معرض في 2009 معرض اليوم تيتكلم على موضوع التوازن والانسجام هو موضوع لي قريب لاي اي واحد فينا وقريب لي انا بزاف في في من في... في الحياة اليومية ديالنا حيث تنشتغل على العلاقة اللي تتكون بين بزاف ديال المتضادات بالنسبة لي ل... هاد الاعمال اللي درت هاد المره هادي فيهم فيهم بزاف ديال الاضداد يعني دي دي اون دياليتي ما بين جوج عند كل كل تابلو عنده بزاف ديال لي زانتربريتاسيون تنحاول نلعب على لوم اي لا الراجل والمراه ولا نلعب على لو كليغ اوبسكور ولا الشر والخير ولا على الجميل والقبيح بزاف ديال المتضادات وكل واحد حيت الفكره الرئيسيه اللي كاينه عندي ان باش نوصل لواحد التوازن واحد التناغم ليكون يكون عندي فيه واحد واحد الايقاع ف... بواحد الطريقه اللي انا تنتخيلها على مستوى الكم وعلى مستوى الكيف باش نعاود نبني العالم بطريقتي على حساب التخيل ديالي أنايا، يعني. علاش فكرة التوازن والانسجام؟ حيت بطبيعة الإنسان أنا كل واحد فينا يقلب على التوازن ديالو باش يقدر يعيش هو ويتطور ويعيش يتعايش مع مع الـ مع ديالو. أنا واحد الإنسان اللي هي زوجة وأم و... وعندي العمل ديالي اللي حتى هو عنده الوقت ديالو وعندي داري اللي عندها الوقت ديالو ولي تابلو حتى هما خاصين نعطيهم وقتهم وكان العائله وكان الاحباب وكان بزاف ديال المسؤوليات اللي تيكونوا ضاربينها الا ما قدرتيش تطبر من راسك وتعطي لكل حاجه وقتها وحقها ما عمرك ما غادي توصل لهاد 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 التوازن هذا وما عمرك ما غادي تقدر تعيش غادي تخلي ديما دي, دي ساكريفيس علاش انا بدات هي بدات بان بوزوان اللي كان خاصني انا نفرغ الطاقه والشحنات ديالي ندي على حساب بحكم بحكم المسؤوليات اللي كاينين عندي باش باش نرتاح سيكولوجيكمون ومن بعد سيتي ان بوزوا اللي هي بدات بان فيزيون ارتستيك وكملات بواحد آه واحد الفكره نبيله واحد لا اللي هي آه كولتيفي ليكيليبر بوغ تخوفي لاغموني اون نو الى حاولنا نطورو من راسنا ونطورو من حياتنا غادي نحاول غادي نقدرو نزيدوا القدام ون ونعرفو نتعايشو مع الاخرين خاصنا نعرفوا حنايا شنو هي الكماليات ديالنا اللي مزيانه وشنو هما لي ديفو ديالنا باش نزيدوا بهم القدام نوعو بهم نصلحوهم ونزيدوا بهم القدام باش نقدروا نتعايشوا مع الاخرين عندي واحد الرساله اللي آه اللي تنبغي نقدمها في الاعمال ديالي واللي هي في اعتقادي انا ان وظيفه وظيفه الفن هي اننا نحاولوا نوصلوا الرساله ما يكونش الفن ديالنا غير تقليد ولا تمثيل ولا تجريد يكون عنده واحد الرساله نبيله من, من مراه وانا في هذا في المنظور هذا عندي حب الفن وحب الريشه اللي تنرسم فيها واللوحه اللي قريبه ليا بزاف هي امبرازمون هي هي يعني لوعة لوعة هي الحريق هي اللهب هي هي اللوعة ديال الحب ديال الرسم اللي, دي اللي كاينه عندي باش نقدر نوصل نوصل رسالات نبيلة في هذا الاتجاه وهذه اللوحة هذه هي اللي هي اللي فيها بورتريه دي ديال واحد لا فام وفيها لي بانسو اللي في عينيها اوفيت يعني هي لام هنايا اللي تتنور حيت بالنسبه ليا الحب ديالي الفن التشكيلي ما تيفوت تيفوت الحدود و تنعيش يعني ديز عندي في العروق